السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة تانية. إحنا وقفنا عند حاجة اسمها Types of Adjusting Interest، يعني قيود التسويات الجانبية. طبعاً قيود التسويات على نوعين. النوع الأولاني اسمه Deferrals، المؤجلات، أو إذا بدكم المقدمات. طبعاً لما بحكي مقدمات أو مؤجلات يعني مقدمات المصروفات ومقدمات الإيرادات، يعني المصروفات المدفوعة مقدما والإيرادات المحصلة مقدما. النوع الثاني اسمه الأكرولز، اللي هي المستحقات. المستحقات على نوعين، في إيرادات مستحقة accrued revenues، وفي عندي accrued expenses مصاريف مستحقة. طبعا الفكرة بالاستحقاق أو المدفوع مقدما، إحنا في المدفوع مقدما بدنا نطلع الجزء المقدم ونرحله للسنة اللي خاصة فيها، وفي الأكرولز الجزء الذي لم يثبت وخاص بالفترة الحالية بدنا نسجله لأنه ما تسجلش. فهنا إيش بقول؟ prepaid expenses بقول expenses paid in cash before they are used or consumed، يعني هي مصروفات سددت نقدا قبل ما إحنا نستخدمها أو نستعملها، زي ما عدنا هنشوف في الأمثلة. Unearned revenues اللي هي المحصلات المحصلات مقدما، هي cash received، هي نقدية تم الحصول عليها before services are performed، قبل ما نأدي الخدمة. فطالما لسه الخدمة لم تؤدى لا يعترف فيها هذه المتحصلات كإيرادات، ولكن كأنها ديون، عشان كده هذا الحساب حساب التزامات liability account، وهذا عبارة عن asset account. طب تعال نشوف الأكرولز. الأكرولز بقول هي أكرول، طبعا أكرول ريفينيوز اللي هي الإيرادات المستحقة. لاحظوا الإيرادات المستحقة عكس الـ unearned revenues. هنا revenues for services performed هي خدمات، إيراد خدمات أديت but not yet received، ولكن لسه ما حصلناش. لكن هنا حصلنا ما قدمناش خدمة، هنا قدمنا خدمة بس إحنا ما حصلناش أو recorded وما سجلناش. Accrued expenses، expenses incurred but not yet paid، هي مصاريف زي ما انتم شايفين، يعني استحقاق ولكن لسه لم تدفع ولم تسجل. فحناخذ الجزء الاول، adjusting interest for deferrals. deferrals قلنا المقدمات او المؤجلات. المقدمات يعني المقدم في المصروفات والمقدم في الايرادات. طبعا الـ prepaid expenses بيكون في عندي مصروف كأسيت، هذا الأسيت بدي أرحل منه المقدم للسنة الجاية، فبيضل في الميزانية هنا كرصيد، والجزء اللي بدي خاص بالفترة برحله على الـ expense account اللي هو جزء من income statement. فكأنه الـ adjusting entry بيتكون من طرفين، طرف بروح على الـ expense وبالتالي على الـ income statement، وطرف تاني في الـ prepaid يتبقى في الميزانية ويرحل للسنة التالية. الـ Unearned Service Revenue أو الـ Unearned Revenue، أنا في عندي التزامات، قلت لما أنا بحصل مقدما والخدمة لم تؤدى هذا دين علي، هذه Liability Account، هذا بظهر في الميزانية. التسوية نحول جزء من الـ Liability نوديها لـ Revenue. طبعا الـ Revenue بروح على Income Statement، والـ Liability اللي بتضل هذه ترحل للسنة القادمة لما أدي، لما أقدم الخدمات ساعتها بعترف فيها إيرادات في السنة التالية. هذه الفكرة بتاعتنا. طب تعال نشوف الآن prepaid expenses اللي هي أول واحدة فيهم. طبعا هنا اتكلمنا عن prepaid وعن unearned، الاثنين قلنا عنهم deferrals اللي هي المؤجلات. إيش يعني مؤجل؟ يعني في جزء منها سوف يتم تأجيله للفترة التالية، سواء الجزء المقدم اللي خاص بالسنة التالية أو الإيراد المقدم اللي هنأجله للسنة الجاية لحد ما نقدم الخدمة بتاعتنا. طبعا هنا بنتكلم على المقطع الأول، prepaid expenses مصروفات مدفوعة مقدما. طبعا prepaid expenses هي عبارة عن حساب assets paid for، هي عبارة عن أصول مدفوعة and recorded before a company used them، يعني لما أنا بشتري supplies أو بشتري equipment أو لما بشتري رنت، لما بشتري عقد إيجار، لما بشتري عقد تأمين إنشورانس بوليسي، كلهم هدول عبارة عن مصروف مدفوع مقدما، وبعد كده أنا بدي أحول جزء منه سنويا كمصروف
يروح على حساب الإنكم أو على قائمة الإنكم ستيتمنت. فبقول هو كاش بيمنت بيفور إكسبنس ريكوردد، يعني هي عبارة عن مدفوعات نقدية قبل ما إحنا نسجلها كمصروفات. يعني لما بحكي prepaid insurance هذا asset، لما بحكي supplies هذا asset، لما بتكلم advertising supplies هذا asset، لما بتكلم prepaid rent هذا asset، البيلدينجز والاكويبمنت كل الفيكس اسيتس، كل الاصول الثابته اللي هو الماشينري والاكويبمنت والفيكسشرز والفرنتشرز والتولز والفيهيكلز، كل هذه عباره عن مصروفات مدفوعه مقدمه. احنا بنشتري الاصل وبعدين بنحوله تدريجيا سنويا من اصل الى اكسبنس حسب الجزء المستعمل او المستهلك منه. تمام، تعال نشوف مثال. مثال عندنا على السبلايز. سبلايز بقول بايونير ادفرتايزنج بيرشيس ادفرتايزنج سبلايز، ما زال شرط ادفرتايزنج، خذوا بالكم بكم شرطهم 25,000. هذا الكلام كان في اكتوبر 5. This account shows a balance of، هذا بين انه في رصيد 25,000 in the October 31st trial balance. فبينا في عندنا رصيد في ميزان المراجعة في آخر أكتوبر بمبلغ 25,000. An inventory count، لاحظوا إنه لازال زي ما هو، عارفين ليش؟ لأنه إحنا بنعمل ميزان اسمه unadjusted trail balance، مش أنا unadjusted بس، هذا اسمه ميزان مراجعة قبل التسويات. طبعا بعد التسويات في حاجة اسمها ميزان مراجعة بعد التسويات اللي بقول عنه adjusted trail balance. لان ايش اللي بصير اخر الشهر؟ احنا الان في اخر الشهر، خذوا بالكم اكتوبر 31، والان انفنتوري كاونت عدى المخزون تبع الادفرتايزنج سبلايز، تمام، ات ذا كلوز اوف بزنس اون اكتوبر 31. طبعا تم الجلد في تاريخ اقفال المشروع تبعنا لعملياته في 31/10. ريفيلز، بين انه في عندنا 10,000 اوف سبلايز ار ستيل اون هاند. طيب احنا عندنا 25,000 شرينا، واللي ظاهرين 25,000 بس لما عدينا لقينا عندنا 10,000، فكأنه احنا استهلكنا الفرق بينهم اللي هم ال 15,000. فبقول thus the cost of supplies used 15,000، اللي هو الفرق بين اللي شريناه او اللي ظاهر في الميزان واللي يعني اظهره في الجرد الفعلي اللي هو ال 10,000. فالفرق بين ال 25 وال 10,000 اللي ضلوا هو عبارة عن 15,000، بيمثل قيمة السبلايز اللي بيقول عليها سبلايز يوزد، التي استخدمت في التشغيل أو في النشاط. الآن كأنه خدوا بالكم، إحنا لما شرينا ال 25 أثبتناهم أسيت، لأن بدنا نحول جزء من ال 25,000 اللي هو بيمثل 10,000، بدنا ناخدهم من 25 عشان هدول خاصين بالسنة. طب اللي حيضلوا ايش هذول بيمثلوا؟ احنا قلنا لا، اللي ضلوا 10,000، اللي ضلوا 10,000 واللي شلناهم 25، فاحنا بدنا ناخد 15,000 اللي تم استخدامهم نحولهم من ال 25، نحولهم ك اكسبنس على الانكم ستيتمنت. طب وال 10 اللي بيضلوا هذول اللي ظهروا من خلال الجرد؟ قال هذول لازم يضلوا في الميزانيه لانه حنستهلكهم السنه الجايه. كمان مره، انا عندي رصيد 25,000، هذا قيمة المشتريات من السبلايز، وبين الجرد آخر الفترة إنه متبقي عندي 10,000، يبقى معناته اللي استخدم 15,000، 15,000 اللي هو الفرق بين 25 وال 10,000 المتبقيين. ال 15,000 هذول بدنا نحولهم، ناخذهم من الأسيت، لأنه هذا أسيت أكونت، نحولهم على إكسبنس أكونت، حيروح على الإنكم ستيتمنت كمصاريف تشغيلية. طبعا هو هنا الآن مستخدم الطريقة التقليدية، أنا بيهمني القيد. سيبونا من هذا الكلام، يعني كتير سنة أولى هذا، إحنا الآن صرنا في تاني. القيد تبعنا اسمه إيش؟ طلع معايا supplies expense less supplies، فقيمة الأسيت أكونت نكسد بمقدار 15، وأثبتنا supplies expense بمبلغ 15. شو هما ال 15؟ بيمثل قيمة supplies اللي نعملها using، استخدمت في التشغيل. تمام، فالقيد تبعنا هو هذا supplies expense plus supplies. تنسوش اي adjusting entry بتكون فقط من طرفين، طرف بروح على الانكم ستيتمنت، يعني قدامنا هذا رايح على الانكم ستيتمنت لانه expense، اي expense account
أي expense account أو revenue account لازم يروح على الـ income statement. لاحظ الطرف الثاني هو أصلا حساب ميزانية، كان في قلبه 25 مدين، الآن صار دائن بـ 15، فكأنه هيروح على الميزانية بمبلغ الفرق بينهم هو 10,000. لو طلعنا تحت حتى شو هيروح 15 على income statement supplies expense، وهيروح على الميزانية ending balance 10,000، اللي هو الفرق بين اللي كان موجود والتسوية اللي انعملت. فالرصيد المتبقي بناء على الجرد احنا عملناه زي ما طلع الجرد الفعلي قديش 10,000، هذا حيروح على الميزانية كـ ending balance في آخر يعني شهر أكتوبر. طبعا هذا حيستهلك أكيد في شهر نوفمبر أو الشهر اللي بعده. تعال نشوف الانشورنس. انشورنس نفس الكلام، كل prepaid expenses زي بعض. شوف مع بعض هنا ايش بقول. بقول ان احنا الشركة بتاعتنا شرط في أكتوبر 4 6,000، دفعت 6,000 دولار for a one year fire insurance policy، يعني التأمين، عقد تأمين ضد الحريق. coverage began، التغطية بتاعت التأمين بيبدأ في أكتوبر 1. أحضر الشراء كان في 4 لكن البوليصة تبدأ في 1. Pioneer debited the cost of the premium to prepaid insurance at the time. طبعا لما شريناها قلنا prepaid insurance ده الكاش. والبريبيد انشورنس شو هو؟ هذا حساب بالانس شيت. وذيس اكونت ستيل شوز بالانس، هذا حيبين في ميزان مراجعه قبل التسويات 6,000. لكن احنا بنعمل حسابات في اخر مين؟ في اخر اكتوبر. طيب هذا ال 6,000 انا كم شهر؟ قال عن سنه، لاحظوا بقول هنا 1 يير. طب انا بعمل حسابات عن قد ايش؟ قال عن شهر. يبقى بدي اطلع نصيب الشهر من ال 6,000. بدي اطلع نصيب الشهر من ال 6,000. تعال نشوف كيف نعمل. خلينا نرجع تاني مثلا. فال 6,000 هذول لو قسمناهم على 12 كانه كل شهر بيطلع له 500 دولار. اقول كل شهر حيطلع له 500 دولار. طيب حلو جدا. ال 50 دولار هذول هم اللي بدي اطلعهم. ال 500 دولار اللي بدي اطلعهم من هان، 500 دولار بدي اطلعهم من هان، بدي احولهم من اسيت الى اكسبنس. هنشوف كيف مع بعض. Insurance expense prepaid insurance. هذا لاحظوا هذا حساب income statement وهذا حساب balance sheet. هذا صار بقيمة القسط اللي خاص بالشهر هذا. طب افرض كنا بنعمل ميزانية عن 3 شهور يبقى هذا 1500، طبعا شهرين يبقى 1000. لكن هنا احنا قاعدين نعمل تقارير مالية عن شهر، وبالتالي لاحظوا بقول insurance expense فدخل عندي على الانكم ستيتمنت 500 وخفضنا قيمة الرصيد اللي هو 6,000 بمقدار قسط الشهر اللي خلص ف 500. المفروض اللي بروح كبري بيد يؤجل للفترة التالية هو 6,000 ناقص 500. هيو 6,000 وهي 500 دائن بيعطيني 5,500، هذا حيرحله للفترة التالية. الآن نيجي للديبريشيشن، الاستهلاك. انتوا عارفين اي قصر بنشتريه هذا بيمثل بريبيد، لانه احنا بنشتري القصر اللي بنقعد نستهلك فيه على سنوات. عشان كده ذا بروسيس اوف الوكيتنج هو بيشرح ايش معنى الديبريشيشن. فبقول هي عباره عن عمليه لتحميل الوكيتنج ذا كوست اوف ان اسيت تو اكسبنس اوفر اتس يوسفول لايف، هي عمليه تحميل لتكلفته، تكلفه الاصل كمصروف على سنوات حياته. In a rational and systematic manner، بطريقة منطقية ونظامية. طبعا Pioneer estimated depreciation on its office equipment to be طبعا 4800. قدروا هم انه طبعا حنشوف لقدام، واخذنا شوية في محاسبة 2 كيف نحسب الاستهلاك بطرق الاستهلاك الثلاثة الشائعة. السنة هناخدها باقتراب. فال 4800 هذا قيمة الاستهلاك. لاحظوا الكوست بتاعت الاصل 50,000 للسالفج فاليو اللي هي قيمة الخردة، وبنقسمها على اليوسفول لايف اوف ذا اسيت اللي هو قدرها هنا 10,000، فكأنه الاستهلاك الشهري 400. احنا ايش بدنا نعمل؟ بدنا ننقص قيمة الاسيت بمقدار 400. بس لأنه المبادئ قالت انه الاصل لازم يضل بتكلفته التاريخية، فعشان كده حنثبت المصروف كالعادة، مش حنحط الطرف الثاني الاسيت زي ما شفنا تو في البريبيد انشورنس او السبلايز، لا بدنا نحطها بحساب اسمه accumulated depreciation اللي هو مجمع الاستهلاك. شوفوا معايا depreciation expense هي ال 400 اللي خاصة بالشهر.
السبب الثاني قلنا لأن المبادئ بتقول يجب أن يبقى الأصل بقيمته التاريخية، عشان كده بنحط حساب اسمه كونترا اكاونت. الكونترا اكاونت اسمه accumulated depreciation شحطة equipment. ليش؟ لأنه في accumulated depreciation في عنا tools، accumulated depreciation في عنا computers، accumulated depreciation في عنا furniture وهكذا. فكأنه احنا هذا الحساب بيتكرر بالاكستنشن نيم تبعه اللي هو اسم الامتداد تبعه اللي هو equipment furniture computers يعني buildings إلى آخره. فالقيد تبع لاحظوا هذا بروح income statement وهذا بروح balance sheet، بس balance sheet عشان contra account بنخفضه في الميزانية من قيمة الأصل تبعه. فبيظهر الأصل حاجة اسمها equipment بين قوسين net. هذا قيد التسوية تبعنا اللي احنا قاعدين بنحكي عليه. ليش انعمل ب 400؟ هو قلل 400 وأعطاني كيف طريقة حسابها. ال 400 عبارة عن التكلفة التاريخية الأصل ناقص الفردة مقسوم على عمره الافتراضي أو عمر استخدام الأصل اللي هو 10 سنوات. هي العرض اللي قاعد بحكي عليه. Depreciation Statement Presented. كيف يظهر الـ Depreciation Equipment؟ لاحظوا لا زالت الـ 50,000 هذا ممنوع نغيره حسب المعايير المحاسبية ناقص Accumulated Depreciation Equipment اللي تو منها الـ 400 فبيعطيني هذا Equipment بين قوسين Net. Net يعني صافي الموجودات أو المعدات. فبيقول هو accumulated depreciation equipment is a contra asset account. اتفقنا ان هذا حساب مقابل لحساب equipment عشان كده يطرح منه زي ما انتم شايفين less. A contra asset account offsets an assets account on the balance sheet. هو الحساب الحسابات المقابلة عادة تطرح من الأصول المتعلقة بها في الميزانية إلى غاية. The book value of any depreciable asset is the difference between its cost and its related accumulated depreciation. هذه ال 49600 اسمها book value، القيمة الدفترية. القيمة الدفترية هي الفرق بين ال historical cost ناقص ال accumulated depreciation. لاحظوا الشهر هذا 400، الشهر الجاي حنطرح 800، والشهر اللي بعده فحيظل قيمة الأصل إنها تتناقص لما في آخر السنة 10 حتكون صفر. نيجي للطرف الثاني، وإيش اسمه الطرف الثاني؟ Unearned Revenue، الإيرادات المحصلة مقدما، لازم لما نتكلم عن الجانب المقدمة. فبقول هو Receipt of Cash، طبعا بي خفيفة، Receipt of Cash before the services are performed، نقدية حصلنا عليها قبل ما نأدي أو نقدم الخدمات. Is recorded ولا تسجلت as a liability called، طبعا هذه بنسجلها ك يعني كالتزامات علينا، زي ما واحد يعطينا دفعة مقدمة ما بقدرش أقول عنها إيرادات اللي لما أقدم له الخدمة أو أسلمه للبضاعة. فكاش ريسيت بيفور ريفينيو إز ريكوردد، يبقى هي نقدية حصلت قبل ما تم تسجيل الإيرادات فبنسجلها كالتزامات أو لايبيلتي. طبعا أنواع كثيرة زي ما أنتم عارفين، رنت ريفينيو، إيرلاين تيكتس ريفينيو، تويشن ريفينيو، ماجازين سبسكريبشنز ريفينيو، customer deposits، هذه اللي قاعدين بنحكي عليها اللي هي المقدمه بتاعت الزبائن. طبعا انتوا عارفين بشي تذكره الطيران بتدفعها مقدما، ومصاريف الجامعه اللي انتوا بتدفعوها اللي هي tuition fees هذه برضه بتدفعها مقدما قبل ما يبدا الفصل. فكل هذه عباره عن ايرادات مقدمه، وهذه ايرادات تعتبر دين على الجامعه زي ما بتكلم على tuition، وبتم الاعتراف فيها تدريجيا بعد كل شهر بنعترف بشهر من الرسوم. يعني فرضت رسوم الفصل 400 دينار فبنسجلها لما ناخدها منكم ان ايرند ريفينيو. في نهايه الشهر الاول بنحول جزء من الان ايرند من هذا الالتزام كريفينيو اللي هو فرضا 100 دينار. الشهر اللي بعده بنعترف في 100 الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع اللي هو الفصل الاخير، الشهر الاخير في الفصل بنكون اعترفنا بكل ال 400. لكن ما ينفعش اعترف في ال 400 بالكامل عند تحصيلها لانه لسه الخدمه لم تؤدى. يعني يمكن هذا مثال طويل لكن اعتقد هو بيشرح حق شرح مع مثال، بس خلينا نختصره. طيب احنا حصلنا على 12,000 من شركه عشان نعملها سيرفيسز اكسبكتد تو بي كومبليتد، متوقع نعمل خدمات في 31/12. الشركه طبعا بيحكي كيف كتبنا القيد. القيد بسيط جدا، كاش لان ايرن سيرفيس ريفينيو، هو بيشرح لنا هنا كريديتد ذا بيمنت تو ان ايرن سيرفيس ريفينيو، وهو مش على كيفها لازم تعترف فيه كان ايرن كلايبيليتي لحد ما تقدم الخدمه. لاحظوا ايش بقول؟ This liability account shows a balance، بين 12,000 في ترايل بالانس. لكن based on an evaluation of the service pioneer performed
بناء على التقييم لقينا إن الشركة بتاعتنا قدمت خدمات during October. The company determines that it should recognize 4,000 of revenue in October. لاحظوا إحنا أخذنا منهم 12,000 عشان نقدم لهم خدمات دعائية بأكثر من وسيلة وتصميم إعلانات على مدى 3 شهور، لكن إحنا لقينا وأخذنا منهم 12,000، لكن إحنا لقينا الخدمات اللي أديت فعلاً بس خلال شهر أكتوبر هم 4,000، فكأنه إحنا بدنا نحول جزء من هذه الالتزامات أو من هذه اللايبيليتي ال 12,000 نحولها من التزامات إلى إيرادات، ليش؟ لأنه الخدمة أديت. طب واللي ضايلين تبعنا ايش بنسوي فيهم؟ هذول بترحلوا الشهر اللي بعده لما احنا نقدم خدمات فيه ساعتها بنعترف بحجم الخدمات اللي اديت ايرادات. فالقيد تبعنا هي شوفوا ان ايرن سيرفيس ريفينيو 4000 للسيرفيس ريفينيو، لان لما بقول سيرفيس ريفينيو يعني تحقق الايراد، ومتى يتحقق الايراد؟ لما نؤدي الخدمه او يعني يتم تسليم البضاعه. طب السؤال تبعنا هذا ايش الحساب؟ كان هذا حساب ميزانيه. هذا ايش الحساب؟ قال انكم ستيتمنت. طالما في كلمه ريفينيو بدون كلمه ان ايرند يبقى هذا بروح على الميزانيه، تمام، بروح على الانكم ستيتمنت. يبقى اي ريفينيو او اكسبنس بروح على الانكم ستيتمنت. اي بقول اكسبنس او ريفينيو بروح على الانكم ستيتمنت. طبعا هنا السيرفيس، لكن اذا دخلت كلمه ان ايرند بحول الحساب هذا من انكم ستيتمنت اكونت الى بالانس شيت اكونت. فكأنه طلع معي انا في عندي 12,000 حولت منهم 4 لايرادات، هاي سيرفيس ريفينيو، يبقى ضايل عندي في الان اير سيرفيس ريفينيو اللي هو الالتزامات ما قيمته نقسم 4 من 12 يبقى ضايل 8,000، 8,000 دول هيروح على الميزانيه كالتزامات طبعا بيتم الاعتراف فيها كايرادات تباعا في الشهور التاليه. هاي شوفوا معايا، هي قيمه الان اير سيرفيس ريفينيو، كان التزام دائن ب 12,000، خلينا مدين، هي بموجب القيد هذا مدين، فكأنه لا زال دائن بمبلغ، روح في الالتزامات دائن بمبلغ، هذا الاندنج بالانس بمبلغ 8,000. طبعا شيء طبيعي هذا السيرفيس ريفينيو يروح على ايش؟ على الانكم ستيتمنت، لانه قلنا كل كلمه ريفينيو او اكسبنس على اي حساب معناتها هذا حساب انكم ستيتمنت، طبعا هذا حساب ايرادات. وخدت بالكم وين المية هذه اللي بيحكي عليها؟ هذه مية جاية من إيرادات أخرى، بس هو ال 12,000 بنحكي عن إيرادات من شركة معينة، هذا اللي كان بيحكي عليه في المثال لو خدت بالكم. بيحكي هنا شركة ناقص، كأنه هذه الحسابات خاصة بشركة ناقص. الآن تعال نشوف الطرف الثاني الـ Adjusting Interest for Accruals اللي هي التسويات على تقويض التسويات للمستحقات. طبعا تو كنا حكينا على المقدمات او زي ما بقى ترجمه حرفيه المقدمات المؤجلات. طب نشوف كده قديش حجم الفيديو بعدين نحكي.